لا لا بقول لك ايه، ما تكلمنيش بالعنطزه دي والنادي. ها شوف لك في الموضوع ده صرف انا وانت بقى. تاني هتكلمني في موضوع ليالي؟ انت فيك شيء لله يا خالد على فكره. ليالي راحت خلاص. ماتت؟ يا ريت. امال فيها يا خالد صراحة؟ فرحه ما تمت، خدها ايمن وطار. ايمن مين يا عم؟ الجرسون. طب ما طالما جرسون ما نرفضه يا عم وراح دماغنا. انت واد غبي مش عارف ان ابوه غني واحتمال نحتاج له؟ نظريه برضه. الحاجات دي بالهداوه لازم نفكر. فكرت؟ ولا انا باخد دش. اسكت خليني اركز. مستر خالد كان فيه ايوه جرسون. في عندنا مشكله. خلص امتى؟ في اوردر ومفيش طيار. شكرا يا جرسون. طيار؟ هو احنا هنتصدر يا معلم؟ انت رهيب يالا رهيب. اطلع بره. اهم حاجه عندي الفيسبوك والاوردر. يجيب لي شيك لما متولي ده يروح في 60 ده مش فارق معايا. ولا فارق معانا كمان يا خالد، بس انا ماليش علاقه متولي. متولي تعالى يا عم، تعالى يا عم، جايب لنا الكلام يا عم. اتاخرت ليه متولي؟ يا دي حكايه طويله قوي. ممكن اقعد؟ اقعد اقعد يا متولي. اتاخرت ليه بقى؟ انا يا جماعه حكايتي مع الزمان بدات مع الاوردر الاخواني اللي روحت اوصله ده. ده من يوم السبت يا متولي. ايوه والنهارده ايه؟ ايوه والنهارده الاربع، يعني الاسبوع لسه ما خلصش. دايما اجي لكم في الكلام اهو يا جماعه. انا خدت بتاع الاوردر 9 شارع السلام. كويس جدا، 9 شارع السلام. وعنوان سهل، 9 شارع السلام. ايه بقى؟ ما انا كنت فاكر زيك كده ورحت شارع السلام اللي جنب منينا ده 3 دقايق فك الكعب هنا اهو. ادور على نمره 9 ان الاقيه فص ملح وده. يعني ايه متولي؟ 8 بعدها 10. انا سالت الكشك اللي في الشارع قال لي الشارع ده ارقامه كلها زوجيه، ما جابش فردي. بس المهم انت اتصرفت. ها طبعا، ما انا هنا بقى كبرت في دماغي وقلت هوصل الاوردر، يعني هوصل الاوردر. برافو عليك يا توتو، هو ده الكلام. اديني الشيك بقى. لا ما انا ما وصلتش الاوردر. ليه؟ الاكل برد. ما يبرد يا متولي، ما يبرد يا اخي، ما يبرد يا اخي. لا لا، سمعه المحل، نحن جنود كافيتشينو المضربون، ما نوصلش الاكل بارد ابدا. طب اخلع اخلع يا عم تفضع. يلا يلا هديك زعلت اهو. معلش يا خالد. بقول لك ايه؟ ايه؟ الاوردر ده ما ترميش. ليه؟ لما يتغلب حاجه شباب يروح مكان. امان يا معلم. على فكرة مستر خالد، الإيراد قل بنص. ما أنا شايف قدامي، لو فضلنا على كده مش هنعرف ندفع مرتبات آخر الشهر. أي أي مستر خالد. تعالى حبيبي اقعد. طب ترابيزة 9 بس قدام حبيبي. تتحرق. تعالى حبيبي. أه يا سلام. مالك يا أيمن؟ مالك يا حبيبي؟ وشك مصفر وعينيك مخضرة، مالك يا حبيبي؟ لا أبدا مش حاجة مستر خالد والله.